ستيت فوتو خير من الفيديو. اه كيفا لا فيها تليتر. شوفتو ما عيطولك علاه ما نخليوهاش من بعد خير معليش لا عيطولك معليش مقطعوها ما جاتش. لا ما يهمش ما يهمش من بعد تريتيها ما يهمش. خلاص السلام عليكم. انت يسول السلام عليكم. وعليكم السلام. شراك الحاج لاباس. لاباس اسمك الله نحب. بشير بابا نجار. وليد محمد. انت والد المزيون محمد. نعم انا هو. اليوم عندكم نظن زيارة وقفة احتجاجية نعم هذه هادي ماش هو اول خطرة لان شحال احتجاجات وكان في برواقية وكان في بابار وكان كل خطرة ينقلوا في بلاصة واليوم هنا في الغواط في سجن الغواط. يعني كل مره يبعثوه المكان. اخر مره وين كان واش من السجن الحاج؟ اخر مره كان في سجن بابار. كنت تنقلوا حتى لهذاك المكان؟ وكنا نتنقلوا حتى هذاك المكان وكنا تعبنا بزاف وكنا نجيب له الرخصه من البرواقيه ومن بعد نروحوا حتى لبابار واليوم هنا في سجن الغواط. اخر مستجدات يعني سمعنا باللي منذ 3 ايام راه دخل في اضراب ثاني على الطعام يعني الصحة تاعو تدهورت كثير الوقت الأخير أوقات هذه الظرف التالي هذا يعني وكيف راه الحالة تاعو يعني؟ الحالة تاعو مازال أنا جيت باش ندخل مازال ما دخلتش وعنده اليوم 3 أيام في إضراب واش أول هذه 5 إضرابات هذه الخمسة بعد الإضرابات اللي دارها وبعثت رسالة لوزير العدل باللي باش يدير إضراب مفتوح على الطعام إلا ما شافوش في الدوسي تاعو ولا يعني ما داولوش الحل. وشنو المطلب تاعو يعني وخاصة المطلب تاعكم بصفة عامة؟ احنا المطلب تاعنا محاكمة عادلة كيما الناس كاع كيما الشعب الجزائري كاع. يعني هذا هو المطلب المحاكمة عادلة يعني محاكمة باش تنقص راحو فقط يعني محاكمة عادلة يعني نعم محاكمة عادلة هذا حقه وحق كاع المواطنين الجزائريين وحنا نعرفوا يعني مع الأسف يعني الوصف تاع النظام تاع الجزائري يعني فيها يعني محمد عنده قضيه سياسيه يعني باش يوصلوا فيها في حاجه خلاف ويعني شغل استغلوه هذا ما كان يعني يستغلوا هذا الوصم تاع محمد ويخلص هو. اخينا يعني تعرف بنفسك. الاخ بابو اسماعيل محفوظ مناضل في الرابطه الجزائري في الدفاع عن حقوق الانسان. اليوم جينا لمدينه الاغواط باش توقفه تضامنيه مع الاخ بشير والد محمد بن نجار. جينا درنا هذه الوقفه التضامنيه يعني باش نقفوا على مع اخينا هذا اللي راه مسجون لمده 7 سنوات. هذه 7 سنوات مازال يقبع في السجن في قبعه وعنده 5 سجون. وذكرتنا يعني قلت لي هذه 5 مرات يضرب عن الطعام اللي مضرب عن الطعام يعني اخر مره دار اضراب لمده شهر يعني حتى تدهورت صحته. واليوم جينا اليوم هو اليوم الثالث من الاضراب يعني الوالد نتاعو مازال ما دخلوش دوك يدخل يعني الوالد نتاعو يشوف يعني الحاله نتاعو كيفاش راهي. كما قلت قابع في زار 5 سجون سجن غردايا سجن الجلفة سجن البرواقيه وسجن الخنشله واخيرا هنا سجن الاغواط. يعني نتاسفوا على هذا على هذه والمطلب نتاعنا ومطلب الوالد نتاعو ومطلب لجميع المناضلين هو اعاده محاكمه عادله. لم نطلب الافراج ولا نطلب اي شيء طلبنا إعادة محاكمة عادلة لأنه بريء يعني بريء من هذه التهمة الموجهة له. كما قال الوالد نتاعو هي يعني سجين هذا سجين سياسي سجين سياسي ذهب ضحية يعني هذا النظام الجزائري اللي رانا عايشين يعني تحت سيطرته مع الأسف الشديد. ونتمنى إن شاء الله نتمنى ان شاء الله من العداله الجزائريه تستفيق من غيبوبتها ومن تعسفها باش تعطي له حقه في محاكمه عادله. وهذا هو المطلب نتاعنا. ثلاث ايام مضرب عن الطعام طبعا. ومطلب نتاعنا كما قلت هو اعاده المحاكمه وان شاء الله اليوم يكون في حاله جيده. نطلب ربي ان شاء الله يكون في حاله جيده وربي يفرج عليه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تذكرنا يعني كنت آخر كلمة حبيت تقول كلمة. حبيت نضيف كلمة باللغة المحلية المغربية الزبية. تفضل. باش يفهموها يعني الناس تاع الناس خردايا. السنين غير توت يعني السكان وسط الغواط
باش نبدل معايا ودنه محمد الى داني الحبس الغواط معك ماشي كان السنه غير 7 سنين يعني الحبس يعني ظلما بريء الى بريء لكن انا شغلان يعني باش نبدل معايا ودنه محمد بابا سعم باش يرزق لي سوتي في مراسي تف مع ماشي كان السن الى غير 6 ايام شي يبدا لي ضرب فقلت نشا اللي سرت غنجات اصلا نطلب ربي ان شاء الله هادي يكون الى يعني الى الى صحه السن ان شاء الله لا لاباس نطلب ربي العداله نطلب العداله الجزائر استعاود المحاكمه عادله خاطر ديك الحق انت ان الميدان الجزائر ماشي لان نطلب ربي ان شاء الله هادي اسعاود يعني اسجل محاكمه في اقرب الاوقات خاطر كانت السينما والفوت نال الانتخابات ولا نسين يعني لازم غفنا غنجي يعني يقن الضغط باش نوجد غداني الغوات باش نسيود صوت محمد نسيود غير السلطات المحليه خاصه يعني السلطات يعني العداله الجزائريه باش نطلب ربي ان شاء الله هذه فرجها في اقرب الاوقات وتي غتشكر غيتماتنا الغوات على راسي من وطن ياسين زايد الى انت استقبل راني انت دايت ماس لان وسيم داني ما شاء الله هيك مرة ونتوت لاني ويتند معاه سربط يحفظ وش نتبدل معانا غداني سندينت الغوات لان كان لان بدل معانا نتني لان يعني وش يعني لان بدل معانا وش يعني فوس باش انا نبد معاه سن ربط يحفظ والسلام عليكم. Shut up!